وبعد إخوة الإيمان، فقد سبق الحديث في الخطبة الماضية عن حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل، وهو حديث طويل وحديث مهم في ذات الوقت. وكنا قد تكلمنا عن أول سمة من سمات بني إسرائيل أو اليهود في القرآن الكريم، ألا وهي نقض العهد والميثاق، نقضهم للعهد والميثاق مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نقضهم للعهد والميثاق بالإيمان بنبي الإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقضهم للعهد والميثاق مع المؤمنين ومع الناس كافة أجمعين. واليوم نتكلم عن سمة أخرى من سمات بني إسرائيل، ألا وهي التكذيب بكتاب الله وتحريف التوراة. وهذا أمر أكد عليه القرآن الكريم، ذلك أن بني إسرائيل لما آمنهم الله سبحانه وتعالى على التوراة وحملهم هذه المسؤولية العظيمة لم يقوموا بها حق القيام. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذه الآية تتكلم عن فئة العلماء من بني إسرائيل والأحبار، هؤلاء هم الذين سمعوا كلام الله وعلموا أحكام التوراة، لكنهم للأسف الشديد حرفوها وغيروها وبدلوها كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى في الآيات التي تليها وهو يذكر: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لازال الكلام على علماء بني إسرائيل، ثم ينتقل القرآن الكريم للكلام عن الفئة العامة من بني إسرائيل، العوام الذين ليسوا بعلماء وإنما هم من عوام الناس. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، أي من أهل الكتاب ومن اليهود أميون، أي لا يستطيعون القراءة والكتابة وليسوا بمتفقهين في التوراة، لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني. كلمة أماني لها معنيين، المعنى الأول إلا أماني وهي جمع أمنية، وهي من التمني والظن، أي ليس عندهم علم يقيني بالتوراة وبأحكامها، وإنما علمهم ظني، لا يتعمقون في فهم التوراة. هؤلاء هم العوام، عامة بني إسرائيل. ليه؟ لأنهم تركوا فهم التوراة للأحبار وللرهبان، فلذلك لا يفهمون التوراة إلا عن طريق فهم هؤلاء. فإذا فسر الأحبار التوراة أخذوا تفسيرهم، لكن أن يقرأوا هم التوراة وأن يفقهوا يعني أحكام التوراة هذا ليس عند العامة، وهذا أمر نجد موجود إلى يومنا وعصرنا هذا، إن عوام اليهود لا يأخذون دينهم وفهمهم للتوراة إلا من الأحبار فقط. يعني الواحد فيهم لا يستطيع أن يفتح الكتاب ويقرأ فيه ويتدبر فيه ويتعلم الأحكام كما يفعل المسلمون في كتابهم. فالمسلمون يفتحون القرآن الكريم ويفهمون القرآن، فإذا أشكل عليهم معنى أو استشكل عليهم معنى من المعاني رجعوا إلى التفاسير أو العلماء فسألوهم عن هذا الأمر. لكن أولئك كانوا ممنوعون من أن يتداولوا التوراة فيما بينهم، أن يقرؤوها، لم يكن يقرأها إلا الأحبار والرهبان والعلماء، بل وفسروها لهم، فلا يجوز للعامية أن يأخذ فهم التوراة إلا من خلال الأحبار والرهبان. لذلك التلمود عند اليهود، والتلمود عبارة عن تفسير طويل للتوراة كتبه 70 من علماء اليهود، التلمود عند اليهود تفسير التوراة عن طريق هؤلاء الأحبار والعلماء 70 عند اليهود هو أهم من التوراة نفسها. لأن التلمود عندهم يقول هذه التفاصيل الشريعة، والتلمود برغم من ذلك هو أقوال البشر، أقوال هؤلاء الأحبار والرهبان. لذلك تجد في التلمود يعني أمور كثيرة جدا مخالفة لتعاليم التوراة، وأمور كثيرة جدا متناقضة، يعني أقوال العلماء حتى فيما بينهم وبين بعضهم البعض أقوال متناقضة شديدة البون. ومنهم أميون أي غير علماء وعامة الناس لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، المعنى الأول الأماني أي ظن، ليس عندهم علم يقيني، والمعنى الثاني من الأماني أي إلا تلاوة، يقول تمنيت الكتاب أي قرأته وتلوته، يعني
مدى علمهم ومبلغ علمهم في التوراة أنهم يستطيعوا أن يقرؤوها، لكن يفهموا ما فيها من أحكام ليس هذا عندهم، إلا أمانية أي إلا تلاوة، وإنهم إلا يظنون أي ليس عندهم علم يقيني بأحكام التوراة كما قلنا. يبقى فئتين من اليهود، فئة العلماء الذين اؤتمنوا على التوراة لكنهم حرفوها وبدلوها وغيروا أحكامها، وفئة العامة الذين لم يجتهدوا في أن يتعلموا التوراة وأوكلوا أمرهم إلى الأحبار والرهبان فضلوا وأضلوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا هو تحريف التوراة. قضية تحريف التوراة قضية ركز عليها القرآن الكريم، وإلا لو بقي هؤلاء على التوراة لكما قال القرآن الكريم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. أي لو أن هؤلاء القوم أقاموا أحكام التوراة وأحكام الإنجيل، والكلام على أهل الكتاب جميعا اليهود منهم والنصارى، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لصب الله عز وجل عليهم الرزق والخير صبا، ولفتح عليهم الدنيا من أوسع أبوابها، لكنها ليس هذا حال القوم. القوم وإن كانت بقيت عندهم بعض تعاليم التوراة لكنهم لم يقيموها. معنى إقامة التوراة أي العمل بأحكام التوراة. يبقى عندهم مشكلتين: المشكلة الأولى تحريف التوراة كما قلنا، وهي قضية تكلم عنها القرآن الكريم: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هؤلاء هم اليهود الذين تكلم عنهم القرآن الكريم. القضية الثانية أنهم لم يقيموا التوراة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا الأمر في آيات كثيرة، فقال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي أمرهم أن يقيموا حكم الله سبحانه وتعالى في التوراة وفي الإنجيل. فهذه أوامر مباشرة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم الذين غيروا وبدلوا، فأصبحت هناك حاجة إلى أن يبعث الله سبحانه وتعالى للبشرية وللخلق النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصحح لهؤلاء القوم دينهم، وحتى يرد القوم مرة ثانية إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم. إذن هؤلاء لم يعملوا بما في التوراة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، لستم على شيء، أي ليس عندكم من شيء من الدين ولا إقامة الشرع، ولستم يعني أهلا لدين الله سبحانه وتعالى حتى تقيموا التوراة والإنجيل. تقيموها أي تعملوا بأحكامها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليكم. ومن ذلك أيضا من تحريف التوراة ما قاله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من الكتاب أي شيئا من علم الكتاب أي من علم التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. إذا حتى جئت تقول لهم أقيموا التوراة، النبي صلى الله عليه وسلم ربما احتكم إليه اليهود في قضية من القضايا فيحكم بينهم، فيقول: لا، لا نقبل بهذا الحكم، أنتم جئتم تحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تلتزموا بحكمه. فإذا قال لهم إن هذا الحكم في التوراة وأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أبوا ورفضوا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم عليهم الحج، قال: إن كنتم لا تأخذون بقولي فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لكن هؤلاء القوم لا يقبلون بهذا الأمر، ولذلك قال: ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. يتولوا يعني يرفضون وهم معرضون. طيب كيف يبررون هذا الإعراض؟ يعني قالوا: يعني إن احنا حتى لو رفضنا حكم التوراة احنا شعب الله المختار، والله سبحانه وتعالى يحبنا، والله عز وجل فضلنا على العالمين. فهم يبررون لأنفسهم. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. تعالوا بقى نتوقف عند هذا القول. ما الذي دعا اليهود إلى أن يقولوا مثل هذا القول؟ قال: والله إحنا في أسوأ الظروف، لو عذبنا الله سبحانه وتعالى لن نعذب في النار إلا أياما معدودات، يعني أيام تتعدى على صابع الإيد أو على صوابع اليدين. وفي ذلك قول عبد الله بن عباس قال: قالت اليهود إن الله عز وجل قد جعل عمر الدنيا 7000 عام، 7000 سنة، وإنه لن يعذبنا في الدنيا إلا 7 أيام، بكل 1000 يوما في النار. وهذا من افتراء اليهود على الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى في التفاسير أن اليهود قالوا
إننا قد عبدنا العجل 40 يوما، أي المدة التي تغيبها موسى عليه السلام عن بني عن بني إسرائيل، فإن الله عز وجل يعذبنا بهذه 40 يوما في النار، هنتعذب 40 يوما. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أيام معدودة معروفة اللي هم 40 يوم. قالوا ثم بعد ذلك نخرج من النار وتدخلون أنتم فيها، ده هم بيكلموا مين؟ المسلمين. قالوا ثم يخرجنا الله من النار ويدخلكم فيها. فكذبهم رب العالمين فيما قالوا، أنزل الله عز وجل عليهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي هذا الكذب غرهم وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أفتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا أبلغ رد على هؤلاء اليهود. ربنا سبحانه وتعالى زنأهم في أمرين اثنين، هم بين أمرين، إما أنكم تقولون هذا الكلام وأنتم متأكدون أن الله سبحانه وتعالى أعطاكم عهدا وميثاقا بهذا الكلام، فأتوا بالتوراة وورونا هذا العهد، أرونا هذا العهد، أين قال الله سبحانه وتعالى في التوراة التي بين أيديكم أنكم لن تعذبون إلا أياما معدودة، لأربعين يوم اللي أنت بتقول عليه، أين ذلك في التوراة؟ ليس لكم عهد أو أمان من الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ إما أن فعلا عندكم عهد وهذا غير موجود، أو إما أنكم تكذبون على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواقع وتلك هي الحقيقة، أن هؤلاء القوم قد كذبوا على رب العالمين سبحانه وتعالى. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أفتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، إن كان لكم عهد وميثاق عند الله لن يخلف الله العهد والميثاق، وفعلا تدخلون النار أيام معدودة وتخرجوا منه، لكن هذا غير حاصل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا هو الواقع وهذا هو الحاصل. هذا أمر. الأمر الثاني أن بني إسرائيل قد غيروا في تعاليم التوراة ولم يعملوا بالتعاليم، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في المطاعم والمشارب الحل، يعني الأصل أن كل الأكل والشرب الموجود حلال إلا ما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء استنبطوا من هذه الآية حكما أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، يعني أن الأصل أن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها كلها حلال لنا إن نأكلها ونشربها إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى في قرآنه أو أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم فحرمه في سنته، ده الأصل. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة لبني إسرائيل كل طعام كان حلا لبني إسرائيل، أي كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أي يعقوب عليه السلام على نفسه، حرمه على من؟ مش على نفسه على بني إسرائيل، على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يعني حتى هذا الذي حرمه على نفسه كان تحريما مؤقتا قبل نزول التوراة على موسى عليه السلام، لأن المفروض أنه عندما نزلت التوراة فيها الشريعة التي تحكم بني إسرائيل فلا يتبعون إلا ما في التوراة من إيه؟ من أحكام. وسبب نزول هذه الآيات أن اليهود كانوا حرموا على أنفسهم أنواعا من المطاعم والمشارب، ألوان كثيرة جدا من الطعام، قالوا هذه حرام وهذه حلال وهذه حرام وهذه حلال، لذلك تجد عندهم في باب التلمود باب كامل للمحرمات من المطاعم والمشارب، فصل كامل يتكلم عن هذا الطعام حرام وهذا الطعام حرام، وهذه تفاصيل شديدة جدا ما أنزل الله بها من سلطان، ليس في التوراة وإنما هي من افتراءات اليهود ومن تشددهم على أنفسهم. وهؤلاء القوم كلما وجدوا واحدا من أحبارهم أو من علمائهم يحرم عليهم ويزيد لهم في التحريم كلما سروا به ورفعوه إلى منزلة عليه، أقول لك والله ده اللي عنده دين، هو ده اللي محرم أشياء كثيرة جدا ورجل يعني ماسك على دينه فيتبعون هؤلاء. فلذلك تجد حتى في المحلات والسوبر ماركت بتاعتهم عليها إمضاء الإيه؟ الحبر الذي حرم هذا الأمر أو أحل هذا الأمر، وكل طائفة تتبع حبرها وكل طائفة عندها أشياء محللة في أيام معينة وفي أعياد معينة ومحرمة في أيام أخرى، وهذا نوع من أنواع التشديد والتضييق على النفس، وليس في كتاب الله في التوراة شيء من هذا الأمر.
وقصة نزول هذه الآيات أو سبب نزول هذه الآيات أن اليهود قالوا للمسلمين إن كنتم أهل دين وأهل كتاب من عند الله عز وجل فلماذا تأكلون لحوم الإبل ولماذا تشربون من ألبانها؟ قالوا لهم وما الذي من الذي يقول أن بهذه محرمة في دين الله ولم يحرمها الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لا، حرمها إسرائيل على نفسه وحرمت عندنا في التوراة، فتحداهم رب العالمين بأن يأتوا بالتوراة فيتلوها. إن هذا الكلام موجود في التوراة وليس موجود في التوراة، وإنما هو من أقوال الأحبار والعلماء الذين ادعوها زورا وبهتانا ووضعوها في التلمود اللي هو تفسير التوراة، لكن ليس في التوراة شيء من هذا. إنما الذي حرمه إسرائيل أي يعقوب على نفسه يعني جزء من أجساد الإبل وهو العرق، لأن الله سبحانه وتعالى كان أصابه بمرض عرق النسا وهو مرض يصيب العرق في الفخذ فكان يؤلمه، فنذر لله سبحانه وتعالى إن شفاه ألا يأكل هذه العروق من الإبل، فشفاه الله سبحانه وتعالى فوفى بنذره، فحرم هذا الأمر على نفسه ليس على قومه. فهؤلاء القوم حرموا الإبل جميعا على أنفسهم، وحرموا ألوانا أخرى من الطعام، أنواع كثيرة جدا من الطعام حرموا على أنفسهم بغير دليل وبغير برهان. فلذلك قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي قبل نزول التوراة على موسى عليه السلام، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهو تحدي من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم، إن كان فعلا هذا الأمر حرام في التوراة فأتوا بالتوراة فاتلوها. وهنا باب عظيم، باب الحلال والحرام، هذا باب لا يتكلم فيه أحد بغير علم. ليه؟ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، قضية منتهية. إنما ليس لأحد من العلماء ولا من الدعاة ولا من رجال الدين ولا من العامة ولا من الخاصة أن يحل أو يحرم إلا ما حرم الله ورسوله، هذه قضية منتهية، سواء في المطاعم والمشارب، في مسألة النكاح والزواج، في أي قضية من القضايا ليس لنا أن نتكلم في مسألة الحل والحرمة بدون علم أو بدون دليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى هذه القضية قضية منتهية، قضية التحليل والتحريم بيد من؟ بيد المشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أمر أيضا من افتئات بني إسرائيل على التوراة، أنهم بيتخطوا التوراة وأنهم يقولوا في دين الله عز وجل بغير علم وبغير بينة ولا برهان ولا دليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. فقضية التحريف قضية طويلة تكلم فيها القرآن الكريم في آيات كثيرة وبينها بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء القوم قد حرفوا وغيروا وبدلوا، وهذه حجة أقامها الله سبحانه وتعالى عليهم إلى يوم الدين. أيضا من ضمن صفات وسمات بني إسرائيل كما هم حرفوا التوراة وشددوا على أنفسهم فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني من هذا التحريف كان سببا لأن الله سبحانه وتعالى أنزل أحكاما مشددة على القوم، لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح لهم أن يعملوا في يوم السبت وكذا وكذا، فحرموا على أنفسهم العمل في يوم السبت فحرمه الله سبحانه وتعالى عليهم، يعني شقوا على أنفسهم فشق الله سبحانه وتعالى عليهم، إلى أن جاءت شريعة الإسلام السمحة، فالله سبحانه وتعالى قال على النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بشريعة الإسلام حتى يضع عن هؤلاء القوم تلك القيود وتلك الأغلال وتلك الصعوبات والأمور المحرمة الشديدة التي ألزمهم الله بها لتعنتهم ولتشددهم ولطغيانهم في الأرض، فخفف الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم في شريعة الإسلام، إلا أن أغلب هؤلاء لم يدخلوا